عن سهل ابن سعد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم هذه أيهم يعطاها. فلما غدوا أصبحوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أين علي ابن أبي طالب؟ فقال هو فقيل هو يشتكي عينيه، فأتي به فبزغ في عينيه فبرع كأن لم يكن به وجع. فقال له: على رسلك، انفذ بساحتهم على رسلك حتى تنزل بساحتهم أي المشركين، وأدعوهم إلى الإسلام، والله لن يهدي بك الله رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذا الحديث العظيم في الصحيحين، أي في صحيح الإمام البخاري والإمام مسلم، ودي فيها فضيلة لعلي رضي الله تعالى عنه إنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. علي رضي الله تعالى عنه الخليفة الرابع الذي الشيعة عليهم الله ما يستحقون يؤلهوه، يقول علي إله، قاتلهم الله أنى يفكون. فالرسول قال لي: علي أنزل بساحتهم. هذا الحديث يعني الشرح فيه طويل لكن نديك لأنه في مشايخ بعد النفذ منه. قال: فادعوهم إلى الإسلام أي المشركين، تنزل بساحتهم هناك. الإسلام معناه هو الاستسلام لله عز وجل بالطاعة، بالانقياد بالطاعة وللتوحيد والبراءة من الشرك وأهله أينما كانوا. ده الإسلام، تنقاد لله سبحانه وتعالى. ربنا قال لك أعمل كده، أعمل كده. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الإسلام، وربنا قال: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، أي الهالكين، أي المعذبين، أي الخالدين في نار جهنم. أي دور سيولو دين غير الإسلام، حزب، طريقة، نصرانية، يهودية، ده ما دين الإسلام. واحد يقول لك الأنصار ديل، النصارى ديل أخواننا، ده كفار يا أخ، ما أخواننا. ربنا قال عنهم: فإن بعد الشهادتين، فإن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. بعد الشهادتين، بعد ذاك يكون أخونا، أما كده ما أخونا. دايما بقول: الغرضاوي، الغرضاوي الكلب العاوي، كما قال الإمام مقبل رحمه الله، بيترحم على البابا يوحنا، قال اللهم، ده أخو مسلم منتهي، قال اللهم أرحم البابا يوحنا بما قدم للإسلام. قدم شنو يا غرضاوي يا كلب عاوي؟ الكلب يحطك في ظهرك يا أخي. قال ده أخونا بذبح، ده الكافر يا أخي، نصراني، تترحم عليه؟ ديل الإخوان المسلمين، عشان كده ما إسلام مسلمين، الإخوان المسلمين ما بوروك دين نهائي، أفهم الكلام ده؟ الإخوان المسلمين. وللشيخ مزمل حفظ الله كشفهم قبل يومين في خطبة فاتت في أمريكا، فاتت كشفهم العالم بكله شاف، كشفهم ما بالرأس، ما من رأس، كشفهم بالدليل وجاب براهين وأدلة من كلامنا الباطل، لأنه ما بدعو للتوحيد كما بين رسول الله لعلي، قال له: أمشي أدعو للتوحيد، ولا إله إلا الله معناه لا معبود بحق إلا الله، ما إله إلا بتاعة الصوفية دي، لا إله إلا الله، لا ما عارف أي حاجة. بيقول لا إله إلا الله، بيقول لك المكاشف ولي الله، لا إله إلا الله الصائم ولي الله، قال لك من ولي الله؟ ده ولي
الشيطان، دل أولياء الشيطان، لأنهم منادوا غير الله. شيوخ اللي قد نادون دل ناس البرع وغيره، البرع ذات أو عقته اللي ما هو البرع ذات في غناء في غنات الكوثر وغيره، بيقول بناديهن بناديهن في كل قضية، بناديهن حيين ميتين بناديهن. ده كفر بالقرآن يا أخي. ها برعين ربنا بقول لك، وإذا سألك الله خلقنا ربنا الآية دي يحفظها يده البرع ذات بيحفظها، لكن ضل ربنا قال وإذا سألك عبادي عني فإني غريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. دملوا دملوا قال كده يا مسلمين، ده رب العالمين. وربنا قال إن الذين يستكبرون يا صوفية، إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي، دي دائرة شرح. ربنا قال سيدخلون جهنم داخلين ذليلين حقيرين. ناديت غير الله يا صوفي، لو ناديت النبي النبي خلي البرعي، لو ناديت النبي عليه الصلاة والسلام انت الحمار خير منك، ما دعي لك كذا. الله قال انت حمار وأضل من الحمار ذاته. ربنا قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. والله يا صوفيا لا تقدروا تخلوا البلد دي، هم نخليكم النهاية نهاية. هذه الدعوة دعوة الأنبياء ودعوة الله. ربنا قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليصره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره الحاقدون. دعوة الله ماشى يا صوف، ماشى صوفي أخو مسلم ملك لك كله، دعوة الله ماشى. لو نحن ذات مدنا ربنا افتخر ناس تاني، نحن ما تجمانين تجمانين نحن، لو والله ربنا ما عاننا ما نجيب فينا نهاية، والله ما نجيب. لكن بتوفيق الله عز وجل هذه الدعوة ماشى. الرسول قال في الصحيحين، نحن ما نديك حديث، أنا أقول لك الشيخ طار وشرب البحر ما بيشرب جرد الليمون، البحر بتاع شنو؟ يقول لك شرب البحر عشان يخوفك، وكل التمساح وجايبين في الجريدة واحد قال بلعلوه 100 نفر، كب كب برتقال ولا ناس يا أخي يا أخي برتقال ما بتبلعه كده، البرتقال لو بلعت الأولى والثانية فوقها بتخنك بتطرش. برتقال عديد يجي دول بيكر عيو ولابس جزمة كبيرة تبلعه بيه جزمة دي، أنت بطن دي ولا سفينة نوع دي؟ دي سفينة غريقة، سفينة اللي بتقطع الناس دي ما بتعمل كده، ما بتعمل كده، ما بتلو بطنك دي بقت سفينة ما بتبلغ الناس دي عشان يخوفوا. يقول لك ده ما عارف اكل شنو واكل شنو كله كلام عشان انت تخاف. وربنا عشان ربنا عشان يثبتك قال ولا تخافوهم ولا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. ربنا قال لك الناس دي ما تخاف منهم، ما تخاف منهم. ف انه هذه الدعوه علي رضي الله تعالى عنه لما بعثوا الرسول عليه الصلاه والسلام، وكان رسول الله يبعث الصحابه جميعا رضي الله تعالى عنهم عشان يبلغوا الدعوه، حتى اخر صحابي مات هنا بالله من السرح، مات في دنقله هنا، عشان ما واحد يقول لك الدين دخلوا الصوفيه، الدين دخلوا الصحابه ما دخلوا الصوفيه ولا الاخوان المسلمين ولا انصار السنه، عشان ما تقول لي بدك دخلنا نحن، لا ما دخلت، دخلوا الصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، دخلوا الدين دخلوا الدين. لكن الناس بعد ذلك جلوا اخبطوه، عملوا طرق طارات احزاب جماعات دخلوها دين، دي في 2017 من هسبع دخل. اما زمان كلام ده ما في، ما في كلام زي ده، ما في رئيس حزب ولا طريقة ولا جماعة. هو سماكم المسلمين، فالصوفية ختاما بدعوا للشرك، بدعوا لشنو؟ بدعوا للشرك، دعوتهم دعوة الشرك واضحة، بل يدعوا للشرك. والله المشركين اللوائل ما دعوا به، المشركين اللوائل ما دعوا بهذا الشرك الذي دعوه الصوفية بمعاونة الإخوان المسلمين في البلد دي وغير البلد دي. والكلام ده نحن بنقوله،
والله لو قاتلنا ناس سيوف والله هذه دعوة يا خضر تلقى سجمان زاي فنان فنان يطلع فوق المسرح فوق ما بخاف يا أخي يقولوا كمان ها فنان بدا عشان بتقول جيران تلقاه ما عارف شنو يا عيني تعاينا اجننتنه واحدين يصفوه فنان ما بيخيل هاي خلي الفنان بيتلعب طيقته يا خسيته تلقيت كوري والناس يقولوا يا سلام يا اخي واحد قال لي بنتي فنانه ها وبناتي كلهم بيرقصوا ورا ورا قلت له يا خيبتك يرقصوا ورا ورا ها واحد قبل كده بتكلم راجل كبير عمره 80 سنه والله في حله كوكو انا بتكلم في مسجد قلت الغنى حرام قال لي يعني معناها بناتنا ديل عرسنا كلهم بورا ورا قلت له يا راجل ما تختشي وقت نحن ما شفناك ما تسكت ساكت ونسأل الله ان يرد المسلمين الى دينهم ردا جميلا وقدم الشيخ نورين ان شاء الله.